لنعبد الله من كل القلب، ولنعلم جميعا أننا نحن في حضرة الملك والمعلم قد حضر ويدعوك باسمك أنت بالذات. لا يحسب أي حضور لأي إنسان كان إلا بعد أن يحسب أولا حضور الملك العظيم، زينة اجتماعنا، مخلصنا، الجالس على كرسي عالي، وأزياله تملأ هذا المكان. خلينا نصلي. إن كنت تريد بركة لنفسك، لعائلتك، للآخرين، أرجو أن تصلي من قلبك. ما أعظم حضور الابن المبارك. ملئ أشواق قلبك الليلة. لماذا أتيت إلى هذا المكان؟ ما تنتظره الليلة من حضورك؟ هل تفكر أولا ما سوف تأخذه من الرب؟ أو تفكر ماذا أعطي للرب أولا؟ هل نثق اليوم في هذا المساء أن يسود السيد والروح القدس على هذا المكان؟ أنا أعلم أن كثير من الناس فاكرين الاجتماع يبتدي الساعة 7، لكن حقيقة الاجتماع الساعة 6:30، ولكن نحن نعطي فرصة للصلاة والعبادة قبل أن نبدأ التسبيح. أنا عايز نصلي شوية. في أخ 2 منقادين بالروح القدس، صلي صلاة مختصرة ومركزة من فضلكم، مختصرة ومركزة لأجل الاجتماع الليلة. خلينا نصلي. أخ أو 2 عايزين يصلوا صلاة مركزة وهادفة وقد رفعنا في صلاتك عمل معروف.
يا أبانا السماوي أعظمك لأنك وعدتنا أن تتكرم بحضورك الملوكي وسطنا، واليوم إذ نتجمع ونجتمع حولك أيها الملك العظيم نكسو أمامك وقارا واحتراما وهيبة، لك وحدك كل المجد والكرامة. ليس الإنسان مهما كان، وإنما أنت صاحب المجد، ولا يليق لأحد مجد إلا سواك يا رب المجد. الآن يا سيد الرب أسألك أن تسود بالروح القدس على اجتماعنا، أسألك باسم يسوع تتكلم إلى قلوبنا، تفتح أذهاننا يا رب، تخلينا نشوف مين في المشهد اليوم، يسوع المسيح وإياه مصلوبا ومقاما من بين الأموات لكي ما يغفر خطايانا ويهبنا حياة أبدية. أيها الرب يسوع أنا أسألك من كل قلبي أن تمسح الترنيم والصلوات العبادة، عبدك المتكلم، النفوس السمعين، المتأخرين، الحاضرين، مدارس الأحد فوق يا رب، أسألك باسم المسيح تسود سيادة كاملة على هذا المكان، واعطينا أن نرى مجد يا سيد الرب لم نراه من قبل، في اسم ربنا يسوع المسيح وشعب الله يقول آمين. أنا طلب مني عشان خاطر إخوة الكرمة بيصوروا، طلب مني إن لازم الإخوة يطلعوا قدام، ما تقعدوش لورا، لأن في ناس متأخرين هيجوا فعايزين لازم تكونوا قدام، أوكي؟ فأرجوكم الإخوة الإخوة اللي بيقعدوا الناس من فضلكم تقعدوهم قدام عشان الناس المتأخرين ما يكونش في تشويش. ما حدش هيقعد في الجانب ده إلا اللي عايز الترجمة أو بعد ما يمتلي المكان في مكان هون، لكن بعد ما يمتلي المكان أولا. أعتقد إخوة الكرمة جاهزين لأن إحنا هنكون على الهواء. إحنا على الهواء كيف؟ نحن بصدد اجتماعاتنا الانتعاشية في الكنيسة، ونرحب بكم في اسم الرب يسوع، والكرمة بتنقل هيدا على الهواء في كل العالم، فأنا أرجو أن تكون الرسالة ويكون الاجتماع لفائدة قلوب الملايين، وأرجو أن الحاضرين يتمتعوا بهذه الفرصة المباركة. سنبتدئ التسبيح في دقائق معدودة، ثم بعدها سيأتينا القس زكريا ستورو حتى يقدم لنا رسالة الإنجيل. أنا أرجو في اسم المسيح ممنوع الحركة، القيام والجلوس والدخول والخروج، ولكن خلينا في زينة مقدسة في محضر الملك. أمين. أهلا وسهلا بالأخ زياد شحادة، تفضل. أهلا وسهلا. والموسيقيين، أنا أشكر الكرمة جدا، جايب لنا موسيقيين وجايب وبياخدوا ينقلوا على الهواء على طول الاجتماع. أنا أشكر رب من أجل الكرمة، الرب يستخدمهم ويباركهم. أمين. الرب هو اللي كافئهم خير، تفضل. مساء الخير. هاليلويا. ليس فقط في وسط الكنيسة، مع أنه مكتوب في وسط الجماعة في وسط الكنيسة أسبحك، لكن أيضا ولنا في العالم، وأنت في العالم، وأنت في مكانك في شغلك، أينما كنت في الخفاء والعلن تسبح الرب. يلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. بالرب أفرح به في كل الظروف والأحوال. نعم، درب نفسك أن تفرح به، أن تمتلئ بنعمته، لأن فرح الرب قوتنا والنعمة شعار يجب أن نتقلده ونعيشه، أن نقيم ونقوم في النعمة وعلى أساس كلمة الله. نعلن في هذا المساء أن ملك المجد الرب يسوع المسيح، حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في الوسط. أن الرب في هذه الكنيسة، أوعى تيجي للمكان ومش متوقع تتلامس معاه،
احنا عايزين نشوفه مش كده؟ هلو، عايزين نشوف الرب، عايزين نكرمه ونباركه ونعليه ونفرح بيه. هاللويا. بينما الموسيقى تعزف ممكن نقف مع بعض كلنا وارفع ايديك للسماء. ما تكلش، عارف الكتاب بيقول ايادي طاهرة. ارفع ايديك لو بتآمن، قول يا رب انا بعلن حضورك في وسط هذه الجماعة. يا رب انا اشكرك لاجل هذا الاجتماع، حيث ما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمك هناك تكون في الوسط. انت ملك وسيد هذا المكان. تعال بقوة حضورك، تعال اعلن حبك المعلن بالصليب خلال كلمة. تعال طيب خاطرنا اليوم، نريد ان نتغير ولا يخرج احد من هذا المكان كما دخل. مخدومين وخدام، خذ كل المجد، خذ كل المجد. وكل آلة صورة ضد هذه الخدمة، ضد قناة الكرمة، العزف والعازفين، ضد حضورك، كل ما يعطل أيا كان يا سيد الرب، باسم الرب يسوع كل آلة ذا تنجح. ونعلن أن يسكن المجد أرضنا. نباركك ونعظمك، نشكرك ونعطيك كل المجد. أمين. قدوس أنت يا الله، قدوس أنت يا الله. قل معايا، قدوس أنت يا الله إلهي ومالكي، إلهي ومالكي، عظيم أنت يا الله، عظيم أنت يا الله، عظيم أنت يا الله إلهي ومالكي، إلهي ومالكي، محب أنت يا الله، محب أنت يا الله، محب أنت يا الله إلهي ومالكي، إلهي، إلهي ومالكي، حنان أنت يا الله، حنان أنت يا الله، حنان أنت يا الله، حنان أنت يا الله إلهي ومالكي، إلهي ومالكي، جبار أنت، جبار أنت يا الله، وأنت تعبد الرب عينك عليه من فضلك. جبار أنت يا الله، جبار أنت يا الله، جبار أنت يا الله إلهي ومالكي، إلهي ومالكي، مهوب أنت، مهوب أنت يا الله، من لا يخافك يا رب الجنود، مهوب أنت يا الله، مهوب أنت يا الله إلهي ومالكي، إلهي ومالكي. هللويا.
أتينا كي نتقابل معك، لم نأتي كي نرى سوى شخصك في الوسط. جايين نشوفك يا رب، جايين نشوفك يا رب ونكون حقيقيين، جايين نشوفك وطالبين وجهك يا رب. أيام قليلة نعيشها، فرص قليلة على الأرض، يا رب ما يعديش حضورك من غير أن نتقابل معك. يا رب إذا وجدنا نعمة في عينيك من فضلك فلا تتجاوز عبيدك. انظر إلى أشواقنا، انظر إلى أسرارنا، انظر إلى إيماننا القليل يا رب. تعال يا رب، تعال في اسم الرب يسوع أبانا العظيم. عظم جلالك، أنت قدوس، أنت صالح، أنت بار، أنت محب، أنت حنان، أنت رحيم، أنت طيب، أنت عادل، أنت إله الحق، أنت إله متسامح وغفور ورحيم. احنا جايين نباركك يا رب. واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيتك كل أيام حياتي وأتفرس بجمالك. جايين نشوفك يا رب، جايين نشوفك يا سيد. آه يا رب زي موسى، زي نتغير. واحدة سألت إياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. واحدة سألت إياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، لكي أتفرس في جمال وجهك، لكي أشبع من دسم بيتك، لكي أتفرس بجمال وجهك، لكي أشبع من دسم بيتك. أنت من تحبه نفسي، أنت من تحبه نفسي، أنت من تحبه نفسي يا يسوع. أنت من تحبه نفسي، أنت من تحبه نفسي، أنت من تحبه نفسي يا يسوع. لكي أتفرس في جمال وجهك، لكي أشبع من دسم بيتك، لكي أتفرس بجمال وجهك، لكي أشبع من دسم بيتك. أنت من تحبه نفسي، أنت من تحبه نفسي، أنت من تحبه نفسي يا يسوع. أنت من تحبه نفسي، أنت من تحبه نفسي، أنت من تحبه نفسي يا يسوع. بحبك، بهدي لك كل قلبي، بحبك. قول معايا، عبر للرب، بهدي لك كل عمري، بحبك 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 يا يسوع. ما تخجلش بيه، بحبك، بهدي لك كل قلبي، بحبك وحدك، بهدي لك كل عمري، بحبك 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 يا يسوع، يا يسوع حبك ليا أغلى ما في الحياة، هو أغلى ما في حياتي. يا يسوع حبك ليا هو أغلى ما في حياتي. عبر للرب بكلماتك،
بحبك بتغير كل قلبي، بحبك بتغير من طبيعتي، بتغير من طبيعتي، بحبك 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 يا يسوع، بحبك بهدي لك كل قلبي، بحبك بهدي لك كل عمري، بحبك 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 يا يسوع. ما أحلى مساكنك. أنا حاسس إنه إحنا مستغربين الوضع، صح؟ هو هتستغرب حضور الرب. وعلى فكرة الرب أول ما اتنين يبتدوا يسبحوه، صح؟ الرب يعلن في الوسط، ده كلامه. فلو الباقيين ما تزعلوش مني، والناس اللي بيشاهدونا مش شاعر بحضور الرب، دي مشكلتك مش مشكلته. فمن فضلك انت آمن بحضوره قبل ما تشعر، لأن الكتاب بيقول، وده أساس إيماننا، الكلمة النبوية التي هي أثبت. هو قال ياه، الملك العظيم رئيس الرؤساء في وسط جماعة صغيرة، وسط اثنين أو ثلاثة مجتمعين في اسمه وعلى اسمه. فأنا عايزك تقدس هذا الفكر، أن الرب في الوسط، أن الرب في الوسط، لا نسمعه مش مشاعر، مع أن الرب يقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك، مشاعرك أيضا، لكن أولا بقراراتك. قل له بحبك. ما أحلى مساكنك يا رب الجنود. قول معايا الكلمات دي. ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي، رحمتك أدخل بيتك. أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك، أسجد في هيكل قدسك، أسجد في هيكل قدسك، أسجد للرب، أسجد في هيكل قدسك بخوفك، أسجد في هيكل قدسك، أسجد في هيكل قدسك، أسجد في هيكل قدسك بخوفك. قول معانا تاني. أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك، أسجد في هيكل قدسك،
في هيكل قدسك أسجد في هيكل قدسك بخوفك أسجد في هيكل قدسك أسجد في هيكل قدسك أسجد في هيكل قدسك بخوفك لك نرفع ذبيحة الحمد نسبحك بطيبة القلب أنت نشيدنا بهجة قلوبنا ونبع سرورنا نعيد لك نحتفل بك لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا نعيد لك نحتفل بك أنت فرحتنا بالحمد نبتهش بك أنت جالس وسط تسبيحنا تغمر بمجدك حياتنا عزنا بك يا إلهنا ما أبهش حضورك نعيد لك نحتفل بك لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا نعيد لك نحتفل بك أنت فرحتنا بالحمد نبتهش بك نحن نعرف عظم قواتك نشهد ما أهيب آمالك بقوة روحك تعلن في وسطنا صانعا عجائبا نعيد لك نحتفل بك يا إله تسبيحنا نعيد لك نحتفل بك أنت فرحتنا بالحمد نبتهش بك كسرت سهام العدو عظمت الانتصار تسنى كل قواته مجدا لك يا قول معانا كسرت سهام العدو لحظة أيوة اعلن في الأجواء الروحية اعلن أمام الشياطين وقوة الصليب لا نخشى لا نهدأ أمور حقيقية لا نخشى لا نهتم ملجأنا الحبيب يا هنانا بالبنوة أطلقتنا أحرار والضعف أصبح قوة والأصغر صار جبار يا هنانا بالبنوة أطلقتنا أحرار والضعف أصبح قوة والأصغر صار جبار على حساب الدم وقوة الصليب على حساب الدم لا نخشى لا نهتم ملجأنا الحبيب لا نخشى لا نهتم ملجأنا الحبيب كجيش بك جيش أين الجنود سلاح الروح لنا قواتنا علوية ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا علوية لنا سلاح الروح قواتنا علوية من قوة المجروح
حساب الدم وقوة الصليب، على حساب الدم وقوة الصليب لا نخشى لا نهتم، نلجأ للحبيب لا نخشى لا نهتم، نلجأ للحبيب. هللويا. ذابت الجبال تحو مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها 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 كلها. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها 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 كلها. الرب عزي وترسي، عليه اتكل قلبي. الرب عزي وترسي، عليه اتكلت فانتصرت. الرب عزي وترسي، عليه اتكل قلبي. الرب عزي وترسي، عليه اتكلت فانتصرت. ويبتهج به قلبي وبأغنيتي أحمده. مبارك الرب لأنه سامع تضرعي. الرب عزي وترسي، عليه اتكل قلبي، عليه اتكل قلبي. الرب عزي وترسي، عليه اتكلت فانتصرت. داري الرب عزي وترسي، عليه اتكل قلبي. الرب عزي وترسي، عليه اتكلت فانتصرت. ويبتهج به قلبي وبأغنيتي أحمده. مبارك الرب لأنه سامع تضرعي. الرب عزي وترسي، عليه اتكل قلبي. الرب عزي وترسي، عليه اتكلت فانتصرت. مبارك الرب إلهنا لأنه افتقد شعبه. مبارك الرب إلهنا لأنه افتقد شعبه، وصنع فداء لشعبه، وصنع فداء لشعبه. ليضيئ على الجالسين في الظلمة وظلال الموت. ليضيئ على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. لكي يهدي أقدامنا في
في طريق السلام لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام لك يا سيدي يا فرحتي يا بسمتي أقدم تسبيحتي وكل طير في السماء عشب قد نما والزهر في أغصانه لك يغني باسما وكل طير في السماء وكل عشب قد نما والزهر في أغصانه لك يغني باسما لك يا سيدي محبتي وثيقتي يا ضامنا سلامتي لك يا سيدي قول معي وثيقتي يا ضامنا يا ضامنا سلامتي ففي طريق غربتي عيناك تحمي خطواتي وإن ضللت تائها تعيد لي مصيرتي ففي طريق غربتي عيناك تحمي وإن ضللت تائها تعيد لي بصيرتي لك يا سيدي لك أنا بشملتي يا ملجئي وراحتي لك يا سيدي لك أنا بجملتي يا ملجئي وراحتي سلم للرب طريقك أعطيك أنت أمل الكبار أعطيك ليلي والنهار أعطيك قلبي قدس في نور ونار أعطيك أنت أمل الكبار أعطيك ليلي والنهار أعطيك قلبي خالصا قدس في نور يا ربنا الحي يا رب على أيام بطرس وبولس وبرنابا وسيلة والتلاميذ كان شعبك يهتف كان شعبك يسبحك وأنا الآن اليوم في هذا المساء أطلب أن الجميع يا رب
ونحن ناظرين مجدك بوجه مكشوف نتغير كما في مرآة. يا رب نحن نراك كما أنت في هيكلك ببهائك وجلالك. الملك ببهائه تنظر عيناي، والكل والجميع في هيكل قائل المجد. نسلمك الحياة والأجال، احفظ حياتنا لك، شوقنا لعمل روحك الصالح فينا. يا رب اقبل كل تسبيحنا كمحرقة أمامك، مقدم رائحة طيبة عطرة. يا رب بسلاسة ندخل أكثر إلى عمق الشركة معك. يا رب اعلن حبك في وسطنا. أشكرك، أشكرك يا رب. خذ مجدك بالكامل، أعطينا مسحة الروح، لك كل المجد. آمين. هاللويا. أنا عارف إنه في ترانيم مش معروف كتير، بس بخاف عليك إنك تتاخد في الأجواء. خلي عينيك على الرب من فضلك. وعارف لو مش حافظ الترنيمي ردد ورانا القرار وقوله بحبك، قوله أعطيك أمالي الكبار. ليه؟ تعود شعب الرب إنه يسمع. الموضوع أكبر بكتير من هيك. أخبر باسمك إخوتي في وسط الجماعة وسبحك. آمنت لذلك، تكلم مش هيك؟ ومش بس هيك، مش بس هيك، أنت تعلن وأنت تقرأ كلمة الله في البيت أينما كنت، وأيضا في الكنيسة وأنت تسبح الرب. مش هذه آيات كلمة الله المرحنة؟ أنت تعلن سلطان هذه الكلمة في الأجواء الروحية. هل تعلم أن للمؤمن سلطان؟ نعم. بترنموش ليه؟ اوعى يكون السيف مصدي. عايزين سيف الروح يكون ايه؟ جاهز، مش كده؟ وازاي جاهز؟ نقاد بالروح، نمتلئ بالروح، نحب الرب أكثر، ولا نتعلق بأمور العالم، لا نتعلق بأمور العالم، ونقدس الرب إلهنا والحياة له بالكامل. وإعلن وسط تسبيحك حضوره. أمين؟ أمين ولا نايمين يا حبايب؟ أمين بقى. الكرمة شايفينه وهم بسجلوا ولا لايف؟ هاللويا. اصحى معانا إذا كنت بتشاهدنا. عايزين نسبح الرب ونديل المجد. ولا مرة بتسبح الرب من قلبك غير من الرب يباركك. ولا مرة حتى وانت بتسبحه بيديلك بركة. ايه ده؟ وانت بتخدمه لا يبات مديون لأحد. ارفع قلبك ليه، تقابل معاه، تقابل معاه من اول لحظة. مش محتاجين ساعة واثنين ونحمي ويلا يلا عشان ندخل محضر الله. لا، محضر الله بسهولة كده على حساب الدم، ولا تعمل حاجات، بس قول له قدسني، بتوب ومش بستغل نعمتك، بتوب يا رب وبثق في النعمة وعمل حبك الكامل. محبة الله الكاملة، محبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، إلى خارج، والشكاية بقى برة. ليه؟ لأنه ألبسني رداء الخلاص، ثوب البر. واللي لسه ما عارفش الرب مخلص، واللي لسه ما تقابلش معاه، واللي لسه غاطس غرقان في بحر الخطية، تعال اليوم بحبك حب غير عادي، حب تناهى على الصليب، على الصليب. مين اللي مات؟ الرب يسوع المسيح، الابن القدوس العظيم جدا اللي سامعنا واللي ساكن وسطينا دلوقتي. ليه الكرامة وكل المجد، الكرامة وكل المجد. هاللويا. افتح يا رب عيون شعبك. يا عالي يا قدوس،
بيوت عبيدك تحفظها وتمد ايدك وتصونها وصوت الترنم يغمرها. مش عايزين كده ننشغل بالرب. السنين اللي فاتت افتكر معايا، انا مش هوعظ، انا بقول لك اللي على قلبي، ولا سيما للبلد دي، لان البلد دي فيها قرون للخطيه وللشيطان بشكل فظيع، واخاف ان يكون انت اتخدرت. كلامي صعب، معلش سامحني، لانه حط حالك مع الروس يلا، والرب بيحبنا، وداود اخطا معلش، والرب رحيم، ونعيش ونتاتي ونطبطب على انفسنا وعلى الخطيه، لكن عايزين تكون لنا حراره الروح، نحب الرب بقى، فالروح القدس يكشف اعماق الله ويكشف ويفضح حاجات لينا، ونتوب الرب يعالج اراضينا. السنين اللي فاتت من حياتك وحياتك احبائي ومن حياتي، وانت بتزرع وبتحصد، وانت بتاكل وبتشرب، وانت بترعى البيت، وانت بتشتغل، وانت بتسعى ورا حاجات كتير، هل بنيت ملكوت الله؟ شعر ان في حجارة كريمة وذهب وفضة، يلا مع بعض افتح يا رب عيون شعبك، افتح يا رب عيون شعبك يشوفك انت ويسمع لك، تغفر خطايا ويرجع لك، وعلى الخطايا يدوس، وان كان في وسطنا حاره قدام عدونا الميزان، اكشف لنا فين هو عخان واحفظنا من لصوص. افتح يا رب عيون شعبك يشوفك انت ويسمع لك، تغفر خطايا ويرجع لك، وعلى الخطايا يدوس، وان كان في وسطنا حرام قدام عدونا الهزام، اكشف لنا فين هو عخان واحفظنا من لصوص. يا عالي يا قدوس يا خالي النفوس، شعبك هنا واقف امامك زي بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس بالدم شعبك تقدس عمل صليبك، شعب المسيح مفروز، وعشان كلامك انت الحق، وغير كلامك ما هوش حق، نرفضه ونقول له لا، وبالوصايا نلوذ. يا عالي يا قدوس يا خالي النفوس، شعبك هنا واقف امامك زين بهيبه قدام جلالك. يا عالي يا قدوس زين غرضنا تشكلنا، ده احنا عملك يا جبلنا، اينا كرامه تعملنا بروحك القدوس، ونعيش عشان نخدم فقط مجد وكرامة. شباب كتير يتكرس لك ويصير معك محظوظ. يا عالي يا قدوس يا خالي النفوس، شعبك هنا واقف امامك جلالك. يا عالي يا قدوس بيوت عبيدك تحفظها، تمد ايدك وتصونها، صوت الترنم يغمرها، تيجي بحضور ملموس، مفيش مثيلك يا غالب، تصنع لشعبك عجايب وتحفظه في الدم. مدعوس ابليس، ابليس يعود مدعوس. يا عالي يا قدوس
شعبك هنا واقف أمامك جاي بهيبة قدام جلالك عالي يا قدوس. فضينا منها أيدينا لا تخصنا ولا يشلينا بالتقوى وقدسة السيرة. ماهيش غنى وفلوس ولا احنا هنكلبش فيها وطئة قدم ونعديها، لكن قلوبنا ما تبغيها عبرين بعزم ندوس. يا عالي يا قدوس يا خالي النفوس، شعبك هنا واقف امامك جاي بهيبة قدام جلالك يا عالي يا قدوس يا عالي يا قدوس. واللي قرب منه مش ممكن يبعد عنه، واللي يدوق حلاوته يفضل قريب منه. واللي قرب منه مش ممكن يبعد عنه، واللي يدوق حلاوته يفضل قريب منه. ده يسوع حلو قوي حلو قوي حلو قوي حلو قوي. ده يسوع حلو قوي حلو قوي حلو قوي. ده يسوع حلو قوي حلو قوي حلو قوي. ده يسوع حلو حلو قوي حلو قوي حلو. يسوع يسوع أخد مكاني لما اتصلب علشاني، دور عليا بحبه وتعب علشان يلقاني. ده يسوع أخد مكاني لما اتصلب علشاني، دور عليا بحبه وتعب علشان يلقاني. ده يسوع حلو قوي حلو قوي حلو قوي. ده يسوع هو حلو قوي حلو قوي حلو قوي. ده يسوع حلو قوي حلو قوي حلو قوي. ده يسوع حلو قوي حلو قوي حلو قوي. يسوع زي السكر لا اكتر، حبه بقلبي بيكبر يوم عن يوم بيزيد. يسوع ملك قلبي لقى قلبي وحب حبي ده لربي يسوع المسيح. يسوع زي السكر لقى أكتر وأكتر، حبه بقلبي بيكبر يوم عن يوم بيزيد. يسوع ملك قلبي لقى قلبي وحبي حبي ده لربي يسوع المسيح. نعيد لك نحتفل بك لك اشتياقنا يا إله تسبيحنا. نعيد لك نحتفل بك أنت فرحتنا بالحمد نبتهش بك. واللي قرب منه مش ممكن يبعد عنه، واللي يدوق حلاوته يفضل قريب منه. واللي قرب منه مش ممكن يبعد عنه، واللي يدوق حلاوته يفضل قريب منه. ده يسوع قول معاي من قلبك حلو قوي حلو قوي حلو قوي. ده يسوع حلو قوي حلو قوي حلو قوي. حلو قوي حلو قوي. ده يسوع حلو قوي حلو قوي حلو قوي.
كل المجد. نباركك. في احلى من الرب يسوع؟ عارف لو لم تعودوا وتصيروا مثل الاطفال ببساطتهم بقبولهم للمسيح ولعمله لن ندخل ملكوت السماوات، وبعدها نسلك سلوك الرجال، لانه مش هنكمل سلوك الاطفال، مش كده؟ نسلك سلوك الرجال ونعيش له من كل القلب. تعالوا نسكب قلوبنا ونستعد لسماع كلمه حيه من الرب. استعد، فتح ودانك وعينك وقلبك، ويا رب اديني بصيره اليوم فاعمل في الكلمه، مش هيك يا رب؟ لا نريد كلمه عاديه، فاسكب نفسك وترجى الرب، واوعى تفكر انه صلاتك هتروح حضر، ولا ممكن مره تصلي بايمان الا الرب يستجيب، وبحسب جوعك وعطشك واشتياقك واصرارك الرب يعمل. لكن جاي كده متنشي، سامحني ويا رب باركتنا امين، ما باركناش يعني معلش الرب مش هيبارك، صدقني بركة الرب مشروطة. الرب يحبنا محبة غير عادية، كلفته دم ابنه، الله لم يشفق على ابنه، لكن بركة الرب مشروطة. اطلب من قلبك، اطلب بإيمان، اطلب لمجده ولخيرك. أمين. اسكب قلبك معاي من فضلك يا رب. طلبينك، صلي معي، يا رب طلبينك، يا رب عايزينك في وسطنا، كلمنا أنت يا رب. كلمة حية منتظرينك يا رب، جدد وعتقاء. حمل الكلمة بكلام علم ونبوة، حمل الكلمة يا رب بآيات ومعجزات، حمل الكلمة يا رب بسلطان غير عادي، لأنها كلمتك رب الكلام يا رب. منتظرينك في اسم الرب يسوع. نتغير كلنا، انخس القلوب، بكت الضمائر، أغيرنا جميعنا. خذ المجد في الحياة واعطي مسحة لعبدك. أمين. طلب مني ان انا استخدم تليفون السماعه هذه. احنا نرحب بكم اذا انت جيت لاول مره في الكنيسه هون، احنا بنرحب بكم بالاخوه، اهلا بالجميع. اذا ذقت ان الرب صالح فهو فعلا حلو قوي. هل انت تذوقت الرب حقيقه؟ هي حقيقه. النهاردة أول يوم في الاجتماعات النهضة، وأنا برجو بكرة إن شاء الله ربنا يعطينا تنظيم أكتر، فإخوة الكنيسة لما يشوفوا ناس غرب يقعدوه، وإخوة الكنيسة يقعدوا هون. هذا على فكرة هذا لوج هذا حلو جدا، شايفيني وشايفهم كويس، عشفت إزاي؟ فبكرة إن شاء الله يكون هذا الاجتماع الصباح الساعة 11 والمساء الساعة 6:30. احنا جينا الكنيسة دي، اتقلنا من فولرتون، من جاردن جروف لفولرتون اللي هون، ان 4 شهور هون. وإذي هذه مش كنيسة جديدة، هذه الكنيسة اللي تأسس سنة 76، الكنيسة المعمدانية الأولى في أورانج كاونتي. واحنا بنرحب بيكم، بنحبكم من قلوبنا، وقد الرب أعطى لأخونا الحبيب زياد مسحة من السماء. عفك الأخ زياد مش مرنم وبس، هو أسيس مرسوم، ولما بيقعد عندنا في البيت بنشعر بحضور الله. رجل تقي بيخاف الله جدا، مش مطرب، هذا مرنم لمجد الرب، ممسوح من الرب. أمين. هو أرقى بكثير من المطرب، ما تقولوا أمين؟ وانت قلت امين يا زياد. طيب امين. الأسيس زكريا كمان صار لنا اختبار يقعد معي في البيت. شو هالدكتور اللي بتشوفه زي النار على المنبر؟ هو حمل وديع جدا، بس اتعرف عليه لان يسوع في قلبه عايز يربحك للرب.
فلو النهارده جاب لك الدينونه وجهنم اوعى تصور ان هو دي شخصيته. ده بيتكلم بكلام الرب، اما في قلبه محبه عظيمه جدا حتى يربح الخطاط للمسيح. امين امين. عايزين النهارده الرب يبارك المؤمنين، يرجع المرتدين ويخلص الخطاه ويعمل نهضه. وزي ما قلت انا امبارح، قلت امبارح كان عندي اجتماع مبارك جدا صلاه، قلت ابتدى بعد يمشي الاخ النهضه تستمر. عايزين كلنا ننفخ في الشيطان نطير بعيد ونخلي نار الروح القدس تتقد اكثر واكثر. على فكره لسه ناس جايين الاجتماع 6:30 اوكي، فانا برحب بيكم حتى لو انتوا كان عندكم اشغال، لكن اذا عايز تاخد بركه تعالى بكير. بكره بنيجي الساعه 6 بنصلي الصبح الساعه 11، الصبح الساعه 11 وبالليل الساعه 6:30. انا بدي استاذن الاخ زياد، انا ما قلتلوش بس انا ليا جراء عليه لان زي ابوه يعني، ان بكره بعد اجتماع الليل هيكون في سهره زياديه، يعني سهره ترنيم. قلت امين؟ هتقول امين؟ امين. يعني بعد ما الاجتماع بينتهي يا اخونا الحبيب، ده متعودين في المؤتمرات هيك، الاجتماع بينتهي تبتدي سهره ترنيم وتسبيح للرب، وشعب الله يقول امين. يبقى انت لازم تقول امين. احنا بنرحب جدا بالاخ الحبيب القس زكريا. انا بحب اقول له زكريا مع انه هو دكتور عظيم وممتاز، لكن بشعر بقرب الله منه انه اخ وحبيب وقسيس وخادم الرب، يستخدم الرب بيننا النهاردة. وأرجو في اسم يسوع أن نلزم الهدوء وما نتحركش كتير، عندما الرب يعطينا الكلمة المقدسة أن روح الله موجود في المكان. أرجو أن نرحب بالأخ الحبيب. أمين. مساء الخير. بشكر رب من كل القلب لأجل حضوره الحقيقي في المكان، شعرنا بحضوره. وبشكر رب لأجل كل المشاهدين على قناة الكرمة اللي بيشاهدونا في كل مكان في العالم. يمكن في ناس في الشرق الأوسط صحيت بدري بتشرب الشاي، أو بنرحب بيهم برضو يصحوا يصحصحوا معانا. وناس في شرق الولايات المتحدة يمكن يكونوا سهرانين معانا حاضرين. كل المشاهدين بنشكر الرب لأجلهم ولأجل حضور الرب الحقيقي فيما بيننا. بنقول ألف مبروك. طبعا زي ما قال أسيس ميلاد إن الكنيسة تأسست من فترة، لكن مبنى جديد، مبنى كان معجزة لنا حوالي 2-3 سنين. الأسيس ميلاد يقول المبنى هيتعمل وهتبقى فيه فرصة، بس كان فيه صعوبات شديدة. امبارح حكى معايا شبه معجزة ان هذا المكان يقام في هذا المكان، فاحنا بنشكر رب انه عمل كده. انا مش فاهم يعني ايه سهرة زيادية. امبارح قال بكرة سهرة زيادية، تقصد يعني بعد الاجتماع يعني هل يرنمها زياد ولا زيادية يعني اضافية؟ فزيادية أمين. فإحنا سعداء بالرب. أخ زياد كان موجود معنا في مصر الشهر اللي فات وشفنا عمل الرب العظيم في حسبها صح، وعمل الرب العظيم في أماكن كثيرة أيضا. أنا بشكر الرب لأجله، وأنا كمان أرجو أنه نقول ترنيمة تاني دلوقتي قبل ما نسمع كلمة الله. ترنيمة بصراحة يعني اللي بيقولها زياد بتقول ناس كتير على اسمك، يعني مسيحي، بس مش كل مسيحي بالهوية، مسيحي بالقلب. أرجوك ركز، النغمة جميلة والصوت أجمل، بس خلي المعنى أرقى كمان، افهم الكلام اللي بيتقال. ناس كتير على اسمك وهم جاهلينك، وناس أكتر بالاسم لك بس بتعبد غيرك. تعال زور بيوتنا يا رب، تعال زور حياتنا، تعال زور بلدنا تاني، تعالوا نستمع لكلمة الله في المرنمة كما قال زياد. إن في الترنيم بنقول كلمة الله مرنمة. على اسمك وهم جاهلينك، ناس اكتر بالاسم لك وبتعبد غيرك. ناس كتير على اسمك وهم جاهلينك،
ناس أكتر بالاسم لك وتعبد غيرك، ناس تنين تشتاق لك تتمنى تجيلك، ناس تنين تشتاق لك وتتمنى تجيلك، ناس هنا وعايشين لك وتموت وتموت ولا تهين. وعايزينك وحبينك بلدنا تاني تيجي بيوتنا تاني، تيجي بلدنا تاني تيجي بيوتنا تاني، بالروح بنجيلك بالروح بنجيلك. في ناس وصفوا في كنايسهم وانت غايب عنهم، وناس خدموا في كنايسهم تعاليمهم وعلامهم، ناس وصفوا في كنايسهم وانت غايب عنهم، وناس خدموا في كنايسهم تعاليمهم وعلامهم، والروح بيضمني وماتي في كنيستك من غيرهم، والروح بيضمني وماتي في كنيستك من غيرهم، وناس عمدا وحجارة ومنارة إيمانهم. يلا عايزينك حبينك وعايزينك وحبينك. تيجي بلدنا تاني تيجي بيوتنا تاني، تيجي بلدنا تاني تيجي بيوتنا تاني، بالروح بنجيلك بالروح بنجيلك. نشهد نشهد هنا عن اسمك وانت شاهد عنا، نحمل بفرح نيرك انت اللي شايلنا، نشهدين عن اسمك وانت شاهد عنا، نحمل بفرح نيرك نخدم هنا في ولادك وبتخدم فينا، نخدم هنا في ولادك وبتخدم فينا، نحمي ايمان انجيلك نحمي إيمان إنجيلك، نحمي إيمان إنجيلك، وانت اللي حامينا. وعايزينك يا رب وحبينك بالروح بالروح بنجيل اسم يسوع. استاذنكم نقف مع بعض بس نقرا كلمه الله وترتاحوا. هنقرا ايات من سفر الملوك الثاني واصحاح 6. سفر الملوك الثاني أصحاح 6، واتكلم بنعمة الرب كلمات بسيطة، فاوعوا وأنا بقرأ الجزء تقول لا ده كلام صعب، هيكون كلام سهل جدا بنعمة الرب يسوع المسيح. سفر الملوك الثاني وأصحاح 6، يا ريت نقرأ معا، أعكف على القراءة معناها أن نقرأ معا كلمة الله. وإحنا واقفين تعالوا نقرأ مع بعض بصوت واحد، يلا مع بعض. وقال بنو، مش القراية موجودة؟ بس هي عايزة ماشي، اقرأ معايا معلش. وقال بنو الأنبياء لأليشع: هوذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه أمامك ضيق علينا، فلنذهب إلى الأردن ونأخذ من هناك كل واحد خشبة ونعمل لأنفسنا هناك موضعا لنقيم فيه. فقال اذهبوا، فقال واحد اقبل واذهب مع عبيدك.
فقال إني أذهب. فانطلق معهم، ولما وصلوا إلى الأردن قطعوا خشبا، وإذ كان واحد يقطع خشبة وقع الحديد في الماء، فصرخ وقال آه يا سيدي لأنه عارية. فقال رجل الله أين سقط؟ فأراه الموضع فقطع عودا وألقاه هناك فطفى الحديد. كلام غير منطقي بس معجزي. فطفى الحديد فقال ارفعه لنفسك، فمد يده وأخذه. دقيقة، انت وانا محتاجين للرب، محتاجين مش نسمع وعظة او ترنيمة، مع ان الوعظة والترنيم كويس. انا شخصيا محتاج اتلامس معه، وده ميزة اجتماعاتنا لما تكون الى اسم المسيح. عايزك تصلي معايا وتقول اظهر ذاتك ليا يا رب، كلمني انا، نسيني كل الناس اللي معايا، اخواتي اللي على الشاشات. تستطيع ايضا ان تتقابل مع الرب. ارجو من جناب الاسيس خليل ان ياتي علشان يطلب بركة الرب على الكلمة في هذه الليلة. ممكن نحن رؤوسنا في الصلاة. أشكرك يا أبانا الصالح لوجودك في وسطنا. هذا مما يجعل هذا الاجتماع مميز وله صبغة خاصة. نأتي إليك ككنيسة، كمؤمنين، كأولادك، نطلب أنك تتنازل بقوة وبشكل غير عادي لكي تلمس قلوبنا فتتحرر من الخطايا المتمسكة في حياتنا، وبعد أن نعطي لك هذه الحياة نتمتع بالحياة الأبدية. بارك عبدك المتكلم وامسحه أكثر فأكثر بالروح القدس في اسم المسيح. كل هذا لكي يتمجد الآب بالابن. آمين. آمين. فضل مكانكم. يمكن الجزء اللي أنا قريته معروف لينا، وأنا هتكلم فيه كلمات بسيطة النهاردة. معلش اسمحوا لي غصب عني اني انا استغل ان الكنيسة مبنية جديد. انا تابعت مع الاسيس ميلاد خلال السنتين اللي فاتوا، كل شوية يقول وصل ايه، خد تصريح من بلدية، ما اخدش، في مشكلة في كذا. فالموضوع مسيطر عليا في اول ليلة في نهضة في كنيسة جديدة اول مرة اكون بخدم فيها، اتبنت جديد. وبستغل قصة في الكتاب المقدس فيها بناء كنيسة جديدة. القصة اللي انا قريتها قصة واحدة من الـ14 مجموعة من المعجزات اللي صنعها ربنا على ايد نبي اسمه أليشع. ده مش القصة. القصة ان المجموعة كان اسمهم بنو الانبياء زي اللي بيصلوا وقتها. كان عددهم 100 شخص سابقا. وعبال عنده، يعني عبال كل الكنائس اللي بتشاهدني على التلفزيون والكنيسة دي وكل كنيسة، عدد الكنيسة زاد فجأة. هقول لك يعني ليه زاد. عددهم زاد جدا فداء المكان عليهم. يعني بدل ما 100 في مكان ضيق مثلا وصلوا 1000، مش قادرين يعبدوا ربنا. فراحوا لأليشع رجل الله وقالوا له يا أليشع المكان ضيق علينا، عايزين نعمل كنيسة جديدة، مبنى جديد، نروح ولا لا؟ قال لهم روحوا. قال له طب نروح بس بشرط واحد، اقبل واذهب مع عبيدك، تعالى معنا. راح معهم أليشع، وكان كل واحد من الناس دول ليه انه يقطع شجرة، كل واحد يجيب حاجة اسمها البلطة. انا ما اعرفش طبعا، انا في امريكا بس اسمها ايه بالانجليزي. المهم اكس بالظبط، بيقطع الشجرة بيه. كل واحد عليه كل في الفترة يقطع شجرة، كل واحد بيقطع شجرة، كل واحد بيقطع شجرة. واحد كان مستلف عارية، يعني سلف يعني رنت، صح؟ لا، رنت دي ايجار بالظبط. ف مستلفها سلف، وبعدين بيضرب الفاس الاكس ده او البلطة، بيضرب بيها الشجرة، فما كانش عاملها فيكسيشن، الحديدة فصلت عن الخشبة، فالحديدة طارت وقعت في نهر الاردن. وانا اردني، مين اردني هنا اصلا يا بوي؟ يعني يمثلوا اغلبية. اهلا وسهلا، طبعا شرف. اهلا، خلاص ماشي، غالبية اروح انا. لا، فالأردن فرحانين طبعا، أقول الأردن ابتسم وأنا بقرأ، فهمت إن الغالبية أردنيين. المهم وقعت الفاس في نهر الأردن، حديدة، والحديد كثافته أكتر من المية طبعا، مش عايز ذكاء، غاص في الطين. الراجل ده كان أمين جدا، مش أمين إنه هو ما كانش أمين لأنه ما عملش فيكسيشن كويس للفاس،
لكن كان أمين لأن الحديدة وقعت في الطين ومش ملكه حتى لو رخيصة، قال أنا عايز أرجعها لصاحبها. فصرخ إلى أليشا قال له الحقني يا رجل الله، الحديدة وقعت في الطين وسلف، إنها عارية سلف. فكانت المعجزة عجيبة جدا ولا تفهم إلا في ضوء العهد الجديد. النهاردة كنا على الهواء وكنا بنتكلم كيف أن العهد القديم أيضا يرمز في رموزه إلى شخص المسيح، وهذا رمز واضح جدا، مش يعني مش تفسيري أنا، ده كلام المسيح. هوريك إزاي. واحد أليشع راح جاب نبات رقيق، عود نبات طيب كده على نهر الأردن، وراح جاب سكينة أو منجل بيسموه، وقطع النبات الرقيق ورمى النبات في نهر الأردن. مفروض إن النبات يطفو، مش كده برضو؟ بتشوفوا الورد النيل المصريين دول بقى، أو بتشوفوا أنواع يعني في نباتات تطفو. فالنبات ده أو العود الرطب ده غاص في الطين، وصل لغاية الحديدة وحصلت معجزة. طبعا معجزة، ما تقوليش يعني بالعقل ولا بالمنطق، الحديدة طفت فوق، طلع الحديد فوق، معجزة. وأليشع رجل الله قال للراجل مد ايدك وخدها، فمد ايده واخد الحديدة ورجعها لصاحبها. ده الموضوع، وطبعا اتبنى المبنى الجديد. عايز اتكلم الأسيس ميلاد، انا كنت عايز اتكلم بس على سقوط الحديدة وقيامها بس. الأسيس ميلاد قال الرب يقدر يكلم المؤمنين والبعيدين، وعلشان الرب يكلمنا كمسيحيين حقيقيين كمؤمن حقيقي، عايز اتكلم كلمة عن بناء البيت الجديد او بناء هذه الكنيسة. مناسبة هذا الموقف ان في كنيسة جديدة اتبنت، ومناسبة هذه المعجزة انهم بيبنوا كنيسة جديدة او كنيسة وقتها. بناء البيت الجديد، بكلم اخواتي المؤمنين والمؤمنات في هذا الامر، وبكلم نفسي لاني دايما برجع لهذا الجزء في حياتي الخاصة. ثم لماذا سقط الحديد؟ ايه اللي خلى الحديدة وقعت في الطين؟ وقعت فين؟ في الطين. تخيل الحديدة غاصت في الطين، خلاص ضاعت. بس عند ربنا ما فيش مستحيل. ودي النقطة الثالثة، كيف طفى الحديد؟ يا عم الحديد ما يطفوش، يا عم كلمني كلام منطقي ان الحديد ما يطفوش. انا معك، عند الناس غير مستطاع، بس عند ربنا كل شيء مستطاع. زي ما الحديد طفى وقف على نهر الأردن، في شخص فعلا حرفيا مشى على البحر. ده مين ده؟ ده الرب يسوع. ومين معاه؟ تقول لي بطرس طفى، ما هو معجز. لكن الأكثر من كده، ان شخص ساقط في بيشم هيروين. انتوا ما عندكمش في بلادكم، نشكر الله، هيروين، شم هيروين وياخد اقراص ترامادول المخدرة دي، وعايش في النجاسة والزنا، خلي بالك، يصير قديس ويدوس على خطايا العالم، ويرنم مع زيادة أبو شحادة الترنيمة اللي بتقول دايس على دايما. الناس بتغوص في برميل العسل، عارف، يغوص في البرميل، دايس على العسل، مش دايس، ده لشوشته، يقول لك غرقان لشوشته. هنا الحديدة كانت غرقانة لشوشتها. أنا عايز عشان أكون مختصر هتكلم في الثلاث كلمات دول في عجالة، كلمة عن بناء البيت الجديد، كلمتين بس بسرعة ليا ولكل المؤمنين. ايه اللي خلى المكان ده عليهم؟ عقبال عندكم هنا، على فكرة الأسيس ميلاد قال ان المكان هنا مفتوح جميل بنفس الثمن، صح؟ يعني اللي يقعد هنا زي اللي يقعد هنا. شايف انا المكان ده ضيق، امبارح كان المكان واسع، امبارح عملنا فرصة صلاة بس كانوا المؤمنين بتوع الكنيسة، حسيت المكان واسع. النهاردة حسيت المكان، ايه اللي خلى المكان يضيق؟ عددهم زاد. ايه اللي خلى عدد الناس دول يزيد؟ اسباب كثيرة، هقول سببين بسرعة. السبب الاول ان الاصحاح اللي فات مباشرة نقصوا واحد، نقصوا واحد. مين الواحد ده؟ بعيد عنك كان اسمه جيحزي. اسمه مين؟ جيحزي. ده كان بيحب الفلوس مع انه راجل بتاع عامل بتاع ربنا، بس راجل حرام وكذاب وكذب، وخد الفلوس من نعمان السورياني، عارفين القصة. وقال له أليشع برص نعمان السورياني يعمل ايه؟
يلصق بك وبنسلك إلى الأبد تخلق. الآخر آية في الأصحاح اللي فات، فخرج من أمامه أبرز كالثلج، عددهم نقص فهم زادوا. ليه الكلام الغريب ده؟ بتقول لي زادوا ولا نقصوا؟ ما جحزي ده بعيد عنك يرمز لحب العالم والفلوس والشهوة. وإذا فيك أو في حب العالم 100% الكنيسة دايما تبقى تعبانة. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه. يعني أنت صلي معايا قول له يا رب انزع من قلبي جحزي، زي الترنيمة اللي رنمها زياد شحادة، إن كان في وسطينا حرام اكشف لينا فين هو. عخان، عخان وجحزي رمز الحب العالم وحب الفلوس. دي الحاجة الأولى. حاجة تانية، إني كانوا في مكان اسمه الجلجال، صعبة الحكاية دي. دولة بيت الأنبياء بتاعه الجلجال، صعبة شوية. الجلجال ده المكان اللي عملوا فيه السيركمسيجن، عملوا فيه الختان. كل واحد جاب سكينة من صوان ودبح. مرات كتيرة أنا بقول لكل إخواتي المؤمنين وهيفهموني، مرات كتيرة تبقى في حاجة غلط في حياتي، غلط في حياتي، أقعد أصلي يا رب شيل مني الغضب، شيل مني النجاسة، شيل مني، وتقول لي ربنا ما بيستجيبش. وربنا بيستجيب، بس ربنا بيقول لك اذبح انت بايدك. كلوسي 5 طبعا، اسف، كلوسي 3 عدد 5 يقول اميتوا اعضاءكم التي على الارض. انت موت بايدك الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة الاوثان. يعني انا بايدي اقول له يا رب انا معاك، صلبت مع المسيح، صلبت في احيا لا انا بل المسيح يحيى فيا. في بناء البيت الجديد العدد زاد لما جحزي راح، ولما عملوا عمليه الختان في الجلجال. ثم ايضا كان كل واحد بيقطع شجره. امبارح طبعا مش هعيد الكلام اللي ذكرناه امبارح، امبارح اتكلمنا انه لازم في كل عضو في كنيسه الله عمل وموهبه، مش هعيد الكلام. لكن لما جم يبنوا بيت جديد، ركز معايا الكلام ده مهم جدا جدا وخطير ليا وليك وليك. لما راحوا يبنوا بيت جديد، كنيسه جديده، ما وضعوش يعني ما قالوش لربنا يا رب احنا نوينا، لا سالوا نروح ولا ما نروحش. انا بسال هل تستشير الله في كل خطوات حياتك، ولا انت او انا بعمل اللي انا عايزه واقول لربنا ابصم. طبعا كل كلمه من الكلام ده عايزه وعظ، بس انا بسرعه مضطر. عايز تنجح في حياتك الروحيه، عايزه تنجحي في كل امور تخص اولادك وبناتك، اسال ربنا قبل ما تقول له امضي. ما تقولوش يا رب انا قررت وانت عليك امضي. ربنا مش بصمجي، مش ربنا هو سبيل الصديقين مثل نور مشرق، هو ينور لك الطريق ويقول لك امشي ورايا، تمشي ورا الخطوه دي، يقول لك ورايا الخطوه دي. طيب لما قال لهم روحوا، قالوا له كلمه جميله، اقبل واذهب مع عبيدك. مش هنروح الا لو انت رحت معانا. واغلبنا يعلم ان اليشع هو رمز لرب النعمة، الرب يسوع المسيح، حتى في اسمه أليشع يعني إلهي يخلص. وأيضا معنى يسوع يعني تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. وسمعتوني أغلبكم، وابني بيتابع الوعظات بالصدفة، قول لي يا بابا أنا زعلان منك ليه، قول لي بتعيد القصص في كل عدة والتلفزيون بينقولها. طب أنا مضطر، أنا مضطر أعيد قصص أثرت فيا في حياتي بأمان. من ضمن القصص اللي دايما لما اوصل للجزء ده اقبل واذهب مع عبيدك، احكي القصه اللي حكوها لي في صعيد مصر، مش قصه حقيقيه، قصه عن بنت صعيديه، عارفين صعيديه يعني متمسكين يعني متشددين. والبنت كانت عايزه تروح باريس تدرس الحقوق في باريس. يا ماما قالت لها باريس بس يا بنت، باريس ايه وبتاع ده بلاد الشر يا ماما انا هعيش للمسيح مقدسه، انا مالي البلد شر انا هعيش. قالت لها لا طبعا ما تقوليش باريس انت يا. باختصار شديد الام وافقت ان بنتها تروح بشرط. ايه الشرط؟ هذه الايه بالذات يعلم الرب حكاها لي كده، وانا عملتها في برنامج حكايتك في القصه كمان. فقالت لها بصي يا بنتي هسمح لك تروحي باريس بشرط ان كل خطوه تقولي لربنا اقبل واذهب معايا، راح معاكي روحي،
ما راحش ما تروحيش. قالت لها يا ماما طب واعرف ازاي؟ قالت انت تحس المسيح معاكي وربنا مرتاح. ماشي. والبنت عادت مامتها وعند باب الطياره في القاهره بستها وقالت لها خلي بالك انا مودياكي حسب الوعد. وصلت الى مطار باريس شارل دي جول ونزلت وكان في باص منتظرها. صلت في قلبها يا رب ادخل الاتوبيس معايا. يلا شعرت ان ربنا موافق دخل. وصلت المدينه الجامعيه يا رب ادخل الاوضه معايا. ودخلت في المحاضرات نفس الوضع. بعد اسبوعين جه الويك اند يوم الجمعه مساء واصحابها جابوا لها تذكره نوادي ليليه في باريس. عارفين باريس؟ انا رحت باريس كتير. حتى وانت في يعني وانت معدي على الاماكن دي في باريس من ما تحط ما تحاولش تبص لان البكتيريا الشر بتتطاير من غير ما تعمل ولا لوحدها كده. فالبنت مسكت تذكرة وقالت لهم لا انا مؤمنة بالمسيح ما روحش. قالوا لا يا عبيطة اقعدي تحت شجرة انت. انا بقول لك روحي اعملي شر ولا نجاسة. لا 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 اقعدي تحت الشجرة وزبينا احنا نرقص ونعمل. ماشي. وراحت البنت وعلى الباب كالعادة خلاص تعودت قالت الآية حسب نصيحة امها والعهد. يا رب يسوع بعدين حست انه صوت والبكتيريا انت فاهمين ولا انا بتكلم عربي ما اعرفش فرنساوي. في حاجه طالعه الشكل بر والراس والمناظر والدنيا يدخل كيف يعني يقعد فين مرضاش مرضلوش ان يشوف المناظر. بعدين قالت لاصحابها باي باي ايه؟ قالت لا مش داخله يا بنت اتجننتي. قالت لا ما مرضيش. بصوا هم مين اللي مرضيش؟ قالت لهم مرضيش يدخل معايا يا بنت اتجننتي مجنونه رسمه. قالت لا 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 لا, لا. طالما ربنا ما يقدرش اقبل واسم مع عبيدك. وانت بتدخل على الانترنت بأمانة اعملها وانت بتكتب www. انا مش عارف اي يعلم ربنا ما عارف ايه اللي بتكتبه. بعد كده قول له يا رب اتفرج معايا. هتلاقي نفسك مش راضي تتفرج اذا انت حلو اذا بتحب المسيح. وانت بتمسك الريموت كنترول وبتشغل قول له يا رب ممكن تتفرج معايا. اذا في السيجارة بتحط حاجة. هنا مفيش في بعض البلاد بيحشوا السيجارة يحشوها مش ملفوف يعني لا يحشوها حاجات مخدرات. قل له خد نفس معايا. اذا مرضيش ما بجد انا بكلمك باخلاص يعني مش هدخل معاك السجاير غلط والمخدرات. انا بقول لك اذا ربنا رضي يعملها مع مثلا في عراقيين هنا عراقيين مش فين اول مرة يبقوا مش كتير قوي. طيب اقل من الاردنيين هنا. المهم وانتي عامله مقلوبه او برياني او ايه او ضلمه خلينا في الضلمه. قولي للرب يسوع اتفضل كل معايا عادي جدا. يزعل الرب كان ياكل حاجه كويس. اذا ضلمه كل معاك. لكن اذا مش هينفع بناء البيت الجديد كل واحد كان بيشتغل وقالوا للرب اقبل واسم معنا. هكتفي ببناء البيت الجديد. يا رب تكون نصايح جميله عشان كنايسنا تزيد. محتاجين ان جيحز يعمل ايه؟ جيحز يمشي. محتاجين ان نكون في الجلجال نحكم على انفسنا بالختان ختان القلب بالروح. ومحتاجين نستشير الله ومحتاجين ان نقيم امام الله. الموضع الذي نحن فيه مقيمون امامك ضيق. ومنحتاج ان نقول له احفظ الايه معايا. قولها معايا مره شجعني. اقبل واذهب مع عبيدك. قولها مره كمان. اقبل واذهب مع عبيدك. اخر مره اقبل. تعاهد ماما او تعاهد الرب انك تقولها له كل مره. تقولها له الاسبوع ده كله. اذا بتدخن سيجاره قول له نفس بخلاص. اذا مرضيش ياخد معاك ما تاخدها لو انت بتحب الرب. اذا قعدت قمار هنا مش لاس فيغاس بس في قمار في. انا شفت احنا بصراحه انا صعيدي من بلد صغيره في الصعيد. لما كنت اقرا الكتب عن القمار كنت بقول ايه القمار ده ما كنتش اعرف يعني ما يعني حتى في كنايسنا ما كانش في وعظ ضد القمار لاني ما كنتش يعني مش متصور اقصى حاجه يقعدوا على قهوه ويلعبوا طاوله ويقولوا المشروبات مس يعني ايه القمار. لما جيت بلادكم وعظت فيها شعر راسي شاب من القمار. مش انا اللي لعبت من الرجالة والستات اللي بيحكولي على القمار. انا معرفش ايه اللي جاب سيرة القمار. وانت بتلعب بوكر اسمه بوكر ولا ايه ولا
قول له خد انتظر واحد انا ما اعرفش فيه، قول له العب معايا مش هيرضى. يشهد ربنا كنت بخدم في ديترويت ميشيغان، وبعدين بنوجه دعوه في اول يوم، كان خميس وجمعه وسبت. يوم الخميس بوجه دعوه، قلت اللي عايز يجي ربنا ركعنا. جت اخت جنبي قالت لي على فكره انا خسرت الاف الدولارات، اكتر من 200,000 دولار واكتر كل ممتلكاتي في القمار. قلت لها توبي صلي معايا، انا اتغصت. صلت معايا. ثاني يوم ببص في القاعه كلها ما لقيتهاش، كان يوم الايه الجمعه، كان يوم السبت، زعلت. ثالث يوم الحد وجهت دعوه لقيتها تاني ركعت. فقلت لها انت غبت ليه؟ قالت لي بصراحه انا تبت على يعني اول امبارح، بس قلت طالما انا تبت للمسيح اروح العب وربنا يعوض لي بامانه، اروح العب قلب الف. قالت لي العب بالالف اللي باقي، واكيد ربنا اللي انا صليت له امبارح هيرجع لي ال 300,000. قلت لها وبعدين؟ انت خسرت الالف. قلت لها ده كلام تلعب قمار عشان ربنا يعوضك؟ اله التعويضات مش في القمار. وغير مش عايز اتكلم. يعني فهمت من خلال خدمتي في الشرق في البلاد الغربيه قد ايه القمار خرب بيوت. شفت مناظر، شفت مره في احد الولايات مش هذكر راجل امام المسيح، اقول الحق في المسيح، بيسف التراب في الارض يا اسيس، ومراته يعني هو بقي مديون بحوالي 3 مليون دولار مديون، وتقول له طب انت بتلعب قمار، ذنبنا احنا ايه؟ زوجتك انا واولادك يتخرب. طب لو اشتغلنا 200 سنه قدام مش هنجيب ال 3 مليون دول؟ وتبكي. قال لها طب اتوبوا. شفت حاجات صعبه، الحياه صعبه من غير المسيح، الحياه صعبه من غير المسيح. فنصيحه، قل له اقبل واذهب مع عبيدك. طيب اتكلم كلمه صغيره عن لماذا سقط الحديد. قعدت افكر ليه الحديده دي وقعت في الطين، والحديده ترمز الى النفس البشريه. ليه حياتي وحياتك وقعت في الطين؟ مزمور 40 طبعا يقول انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسام، اخرجني من طين الحمأة، رفعني. ايه اللي خلى الحديده وقعت؟ قلت على الاقل في 3 اسباب. وبجد السبب الاول عدم الجديه. لو هو عامل فيكسيشن كويس للحديده في الخشبه ما كانتش وقعت. السبب الثاني الطبيعه الحديديه، لو دي في اللين حتى لو كانت وقعت ما كانتش ايه غطست، لانه كثافه الفلين او الفوم ده اقل من كثافه الميه فما يغص، فلانها حديد وقعت. والسبب الثالث الجاذبيه الارضيه، لو دي في القمر، لو في القمر وعمل كده الحديده تبقى معلقه زي ما انتم بتشوفوها في رجال الفضاء. على الأقل ال3 أسباب دي اللي خلت الحديدة تقع هي نفس الأسباب اللي وقعتني أنا في طين الخطية، ويمكن لسه موقعاك أنت في طين الخطية. أولا عدم الجدية. إيه عدم الجدية؟ ما عندكش جدية في خلاص نفسك. وحتى المؤمنين ما عندهمش جدية في الطعام أنفسهم بكلمة الله، وأنت حر، وأنت حرة وأنا حر. يا جماعة كيف تستطيع أن تخرج يومك وأنت ما أكلتش المن؟ هتقع، هتخور. جد جدا في شغلك، تصحى الساعه 5 تروح بالعربيه لغايه ما ترجع الساعه 6 أو 7، بركه انك نشيط في شغلك، بس مش نشيط في كلمه الله. موسمي، من حين لحين تفكر تصلي. طب ما ابليس هيسيطر عليك. لماذا انت غير جاد في حياتك الروحيه مع انك جاد في امورك الانسانيه؟ ليه مش بتاخد الامور جد؟ ليه بتقرا الكتاب عند اللزوم آية كده لما يكون مزاجك، ولما يكون المزاج مش جايب تسيب الكتاب المقدس شهور؟ لو شخص ما قراش في الكتاب المقدس لمدة أسبوع أظن أنه ميت. أنا بتكلم ربنا قال إن قراية الإنجيل ده أكل، ده المسيح قال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج. أنا لو شفت إنسان مش مركبين له محاليل وقعدت معه 10 أيام وما أكلش، ده ميت ولا حي؟ ميت. ومش عايز أعيد الكلام، أنا بعرف شاب مسيحي مولود مسيحي
سنه 24 سنة ونص، واخد بكالوريوس تجارة، وللأسف مصري، وما قراش الكتاب المقدس ده بعهدي ولا مرة. تقول عليه ايه؟ ميت. لماذا قال الرب عن ابنة يايروس حينما أقامها من الأموات أعطوها لتأكل؟ لأن الأكل دليل الحياة. حينما لا تقرأ من كلمة الله يوميا أنت غير جاد، أنت ميت. أنت طبعا بتعتبرني أنا متشدد باللي أنا بقوله، أنا بقول لك الحقيقة. الشعب زمان كان يأكل المن كل كام يوم؟ كل يوم الصبح بدري قبل الشمس ما تشرق. أنت مش بتعرف كلمة الله، 100% إبليس هيسيطر عليك. مرات يجيني أخ ويقول لي على فكرة يا أخ زكريا أنا كانت لي شركة مع الله واختبارات ومش عارف إيه، ودلوقتي تعبت وقعت فطين ويبكي. فأقول له إيه؟ أقول له أنت ليك كذا شهر ما قريتش في الإنجيل؟ يقول لي أنت نبي. وأقول له أنت ما بتصليش كتير؟ يقول لي عرفت ازاي انت فعلا رجل الله؟ اقول له يا حبيبي لا نبي ولا بتاع. الجواب يتقري من انت بتقول انك واقع، يبقى انت مش بتقرا في الكتاب ولا بتصلي ولا لك شركه مع الله 100%. عدم الجديه. لماذا لا تاخذ امور خلاصك الابدي بجديه؟ لما جيت امريكا من العراق او من الاردن او من سوريا، كان مقابله عملتها، انا ما اعرفش انت جيت تبع الامم المتحده ولا جيت باللوتري، مش مهم، لكن كنت جاد جدا، صح ولا مش صح؟ كنت جاد في الفيزا والطيران، ولما جيت لوس أنجلوس رتبت حد ينتظر جد. وحينما تفكر في المكان الأبدي، أين ستكون في الأبدية؟ تقول منين ما تيجي غير جد. عشان كده الحديدة مالها؟ وقع في الطين. عدم الجدية. حاجة تانية، الطبيعة الحديدية. سؤال هذه الحلقة وهذا الاجتماع، سؤال بجد اللي يجيبه اللي يجيبه على الهواء دلوقتي يبقى شاطر جدا 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 حتى من الإخوة والأخوات. كم مرة ذكر في الكتاب المقدس بعهديه، خلي بالك، كلمة أو الآية التي تقول اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم؟ كم مرة ذكرت هذه الآية في الكتاب المقدس؟ خلي بالك الآية دي بتقول إن أنت وأنا لما نسمع مش ربنا اللي بيقسي قلوبنا، أما المين اللي بيقسي كل قلبه؟ اليوم إن سمعتم صوته فلا. الإنسان بيقسي قلب نفسه، ويوضحها في رسالة العبرانيين، ويقول يقسي الإنسان نفسه إذا انخدع وانجذب من شهوته. يعني هو ليه لما نقول يسوع مات علشانك بيخبط على قلبك تعال له، يجي لك صوت بالمصري للشباب يقول لك فكك فكك، يعني ايه طنش؟ تعرفوا التعبير ده؟ يقول لك فكك من اللي يشكك. ايه يعني؟ يقول لك طنش ولا يهمك الوعظه دي. ايه الصوت اللي بيجي لك يقول لك سيبك من الموضوع ده؟ الصوت ده هو ان قلبك قد تقسى لانك مش عايز. طب مش عايز ليه؟ لانك مبسوط كده. من الاخر، مش عايز تسيب النجاسه اللي ربنا بيقول وانت عارفها، مش عايز تسيب العلاقه. طبيعه الحديد. في ناس بقوا مدمنين يسمع وعظ ولا يتأثر ويعتبرها قوة. أنا يضحكوا عليا دولة، قال يقول لك سما ونار، دولة مسكينة. أنا باجي الكنيسة أساساً علشان أسمع ترنيم زياد شحاتة، وفترة الوعظة دي بعديها كده وخلاص علشان زياد يرجع أو غيره من المرنمين. توبتيه يا عم، في حد تايب وحد يروح السما أساساً؟ هو اللي بيقول كده مش أنا، ده قلبه بيعمل إيه؟ في حاجة عندنا في مصر، لما تعمل الإسمنت بتاع السقف بترشه بالمية، تعرف بيحصل ايه لما المية اسمها يشك ينشف أكتر؟ كلمة الله اللي هي المية بدال ما خط بارليف، عارفين بتاع حرب 73 كيف سقط خط بارليف؟ بأنابيب المياه، أنابيب المياه التي أسقطت خط بارليف أكبر مانع في التاريخ الحربي، هي نفس المية اللي بتخلي إنسان تاني قلبه يعمل إيه؟ بس بمزاجه. ولعلمك، معلش اسمعني يا اللي بتشوفني على الشاشة، أنا معرفش دخلت في نيوزيلاند دلوقتي أنت ولا في أستراليا ولا فين، أيا كنت بتشرب سيجارة ولا بتشرب شاي ولا قاعد مع الأخت، زي ما أنت سمعني خلي بالك. الشخص
اللي مش بيبقى عايز مفيش قوة هتخلصه. اسمع الكلام، هيقول لي لا اصل الوعاظ بتوع اليومين دول ضعاف. انا عارف ان الوعاظ بتوع اليومين دول وانا اولهم ضعاف، بس عايز اقول لك حاجة. الرب يسوع المسيح كان يعظ شاب قاسي القلب، الشاب الغني، فاكرينه؟ والرب يسوع شاف انه بيعبد الفلوس وقال له يعوزك شيئا، امضي واذهب وبع كل مالك وتعالى اتبعني. اسمع ماذا يقول الكتاب، الواد قلبه قاسي زي الحديد، فمضى ركز معايا معلش عشان خاطر، فمضى حزينا لانه كان ذو اموال. عارف باقي القصه؟ فجرى وراءه يسوع وقبل راسه وقال له ارجوك يا عزيزي اني ابوس راسك توب. حصل ولا يحصل معاك ولا معاكي ولا معايا؟ ليه؟ هو مش المسيح عايزنا؟ عايزنا، بس عمره بيخبط على الباب من بره، مش هيقتحم حياتك، مش هترجاك. واحنا ككارزين بامانه لما الى ان لحظه مجيء الرب الثاني او تنتهي حياتي في اي لحظه وانا واقف على المنبر او تحت المنبر، بعد عمران طويل انا لسه صغير طبعا، بس ان حصل يعني لغايه اخر لحظه مش هبوص على راسك بامانه، مش لاني انا متكبر، ممكن اكون بس مش عشان كده، مش هبوص على راسك، لاني بوسي على راسك مش هيغيرك لو قلبك قاسي. وقساوه قلبك مش عملها الشيطان، عملتها انت بنفسك، مبسوط بخطاياك. وتسمع الوعظه وتبقى اشر من الاول، تطلع عند الباب ويمكن الليله تروح نادي القمار وانت سمعت عن القمار الليله، والليله تدخل على المواقع الشريره في النت او على التلفزيون وانت سمعت عن الكلام. القلب قاسي، انت مش عايز. لماذا سقط الحديد؟ واحد، عدم الجديه. اتنين، الطبيعه الحديديه. ثلاثة، الجاذبية الأرضية. واحد يقول لي ماشي يا أخي زكريا، بس العالم جذاب، وانت عارف كاليفورنيا بشكل خاص أو البلاد الكبيرة الشر كتير من كل جهة، في الشغل بيتكلموا عن الشر وفي الحياة بيتكلموا عن الشر والبيوت مخروبة. يا أخي زكريا انت أصل اللي يده في المية بزيادة. أنا عارف الكلام ده. والاسبوع اللي فات كنت في الكويت، والاسبوع اللي فات زي النهارده الجمعه اللي فات كنا على الهواء على الكرمة من الكويت، وقالوا لي نفس الكلام، والبيوت مخروبه برضه، وقالوا لي الشر في الكويت كده. والاسبوع اللي قبله كنت في فنلندا وقعدت مع ناس قالوا لي نفس الكلام. يعني لا فرق فنلندا من الكويت من امريكا من مصر من عزب صعيد مصر. المشكله الجاذبيه الارضيه موجوده، بس انت لا تريد، او انت او انا لا اريد ان اوجه قلبي للجاذبية السماوية. فاكرين العروس قالت له ايه؟ اجذبني وراءك فنجري. وقال المسيح وانا ان ارتفعت عن الارض بالصليب اعمل ايه؟ اجذب. في جاذبية ارضية فيه، بس في جاذبية سماوية. بص ليسوع المصلوب، يعلم ربنا ترخص الحياة. لو فهمت ان يسوع اتذبح علشاني وعلشانك، ولا يبقى للدنيا قيمه، ولا يبقى طعم لاي شيء، ولا الهوى، ولا تاثير كل الجاذبيات دي ما تقدرش تاثر فيك. من اللي عارف ليه؟ عشان في جاذبيه سماويه بترفعك لفوق. النقطه الاولى اللي اتكلمت عنها بناء البيت الجديد، والنقطه الثانيه لماذا سقط الحديد. واختم كلامي بكلمتين عن كيف طفى الحديد المعجزة. ازاي الحديدة بتاعت حياتي وحياتك تطفو؟ اولا او بسرعة اقول كم حاجة سريعة علشان وقتكم. فصرخ، يا ريت لو تجيبها لي على الشاشة لو سمحت يا رامي يبقى كتر خيرك. عدد خمسة، واذ كان واحد يقطع خشب وقع الحديد في الماء. اسمع اللي جاية. فصرخ وقال يا سيدي، لأنه عري. عري يعني إيه؟ سلف. صرخ يعني إيه؟ صرخ يعني على صوته بصراخ. يعني إيه؟ ما قالش I'm sorry Mr. Alisha, I'm very sorry الحديدة وقعت, if you can help me please. لا ما قالش كده. على فكرة في كنايسنا قلت الصرخات مع أني بنسمعها مرات. صرخة الحقني يا ليشا، الحديدة وقعت في الطين. يا عم دي حديدة بخمس قروش، يا
يعني 5 سنت ولا كام، ما تجيبش ربع دولار، حديدة. هلا الحديدة مسؤوليتي أنا مستلفها لحقي. صرخ على حتة حديدة. وأنا وإنت بنتعامل مع نفسنا الخالدة بكل عدم الاهتمام وبنسمع صلوات كده، يا رب أنا بزني كده بالهدوء ده، أو أنا بلعب مخدرات، بلعب قمار، باخد مخدرات، إن خلصتني ثانك يو، وإن ما خلصتنيش هارد لك. إيه إحنا بتهزر؟ بأمانة يشهد الرب وبتعرف النتائج. قال أحد الرهبان القديسين، وأنا بأؤمن باللي بيقوله، إذا رأيت شخص يتوب وهو يبتسم أو يضحك اعلم أن توبته غير صادقة، وهذا حقيقي 100%. يعني واحد يترسم قدامه خطاياه قدام قداسة الله ويضحك، يبقى مش تايب، يبقى هزر. أنا أتذكر يوم ما جيت للرب، على فكرة النهاردة عيد الميلاد الروح للأسيس ميلاد، بنحييه وبنقول له كل سنة طيب. ومن 3 أيام يوم 2 شهر من الأسبوع اللي فات كنت وأنا في الكويت، كان عيد ميلادي الروحي، كان يوم 2/11. وفي هذه الليلة لما سمعت العظة وروحت البيت قعدت راكع أبكي قدام الله هذا ما تم، ويشهد الرب على ما أقول، من حوالي الساعة 11 بالليل لغاية 5 الصبح وأصرخ وأقول له شوف لك حل فيا تموتني يعني في صرخة. خدش الأمور كده يا رب، أنا حاولت كتير يا أخي، ما فيش فايدة فيها. طب أنت صرخت، طب أنت ما نمتش الليل وقعدت تقول له زي المرأة الخاطية جيت عند رجليه وقعدت تبوس في رجليه وتبكي، ولا واخدها كده ما رب شايف الأهل. صرخ وعرف ان الفاس عارية سلف، وانت لازم تعرف ان روحك عارية، روحك سلف، روحك ايه سلف. نفخ الله في آدم فصار آدم سلف، روحي وروحك سلف. لما ربنا يقول يا زكريا انا هاخد روحك بعد عمران طويل، ان انا شامل كل بقوله كل ما يا حقه ولا مش حقه، لا لما سلف انا روحي سلف من ربنا، ومنين ما عايز ياخدها ياخدها. وبالمناسبة الموت ليس لا الكانسر بيأثر العمر ولا الصحة بتطول العمر، يشهد الرب يا أسيس. مرات كثيرة لسه قريب جاء شاب 20 سنة أمام القريب، شاب 20 سنة قال يا دكتور زكريا جدة أمي مالها يا حبيبي؟ قال ختيارة كبيرة سنها 92 والزهايمر، يعني تيجي تصلي لها، صلي لأجلها يعني. قلت له صلي لأجلها إيه؟ قال أصلي بص ما هو مش عارف يقول يعني أصلي ربنا عنده حل وتريح وترتاح، احنا عايزين راحتها وراحتنا على كمان يا دكتور زكريا. طب انا اروح اقول له يا رب موتها امام الله زي ما رحت معاه ورحت صليت، يا رب اذكر جدتنا الفاضله كانت مؤمنه حلوه وباركها وش فيها يا رب، بس انا قصدي فيها مش قصدي كويس. وبعد 3 أيام الواد ده يشهد الرب على ما أقول راكب موتوسيكل خبطته عربية طلع فوق نزل ميت، وكنت أنا في القرية وصليت على جثته، فأنا بصلي على الجثة وهو في الصندوق، وثلاث من 3 أيام هو متهيئ له إن جدة أمه هتموت وجدة أمه عايشة، هو مات ولا كان يقطر على باله إطلاقا. وبكيت لأن الإنسان لا يعرف وقته، كما قال الجامعة كالإسماك التي تؤخذ بالشرق وكالعصافير التي تؤخذ بالفخ، هكذا يقتنص بني البشر إذ يقع عليهم الموت بغتة. طب افرض وقع علي بغتة، خليك مستعد وقول له أنا روحي مالها عارية سلف. صرخ وقال عارية وقال له انقذني. خلي بالك أليشع سأله سؤال، ركز معايا أنا بخلص، سأله قال له إيه؟ أين سقط؟ كمل يا لو سمحت رامي. فقال رجل الله أين سقط؟ وأنا ده اللي بقوله لك النهاردة،
إن اعترفنا بخطايانا فهو يعني هو إليشع مش عارف أين سقط لما يعمل معجزة ويطلعها. الله قال لما فقال الرب السيد الإله لآدم أين أنت؟ طبعا يا مناس انتقدوا الملحدين الجداد انت قلت شوف استغفر الله الكتاب ده بتاع ربنا ده قال ربنا بيقول لآدم أين أنت؟ يبقى ربنا مش عارف. مين قال لك إن ربنا مش عارف؟ ربنا عارف. أما ليه بيقول له أين أنت؟ بيقوده إلى الاعتراف. ولماذا قال ليش على هذا الرجل أين سقط؟ عشان يقول له وقع في الحتة دي. قل له وقع في المخدرات قل هالو. قل له وقع في الزنا قل هالو. قل له وقع في الشر والقمار قل هالو. إن اعترفنا بخطايانا فهو بس كله ده فيكم. وأختم كلامي بأنه جاب عود فقطعه فقطع عودا وألقاه هناك. أنا عايزك يا رامي آخر حاجة في آخر لحظات الاجتماع الوعظة يعني تطلع لي معلش إنجيل لوقا إنجيل لوقا علشان أخذ من كلام الكتاب بدون ما أوعظ وأصلي معاكم على طول. إنجيل لوقا وأصحاح 23 وعدد 26 هقرا بس واصلي معاكم بس عشان اقول لك يعني اقرا معايا لو قدامك. ولما مضوا به اي المسيح امسكوا سمعانا رجلا قيروانيا كان اتيا من الحقل اقرا معايا لو سمحت ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كنا يلطمن اينا ونحن عليه فالتفت اليهن يسوع وقال يا بنات اورشليم اقرا معايا لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن لأنه وذا تأتي أيام يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع حينئذ يقولون للجبال اسقطي علينا الكلام ده موجود في رؤيا 6 وفي سفر هوشع أيضا والأكام غطينا اقرأ معايا 31 لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فكم باليابس ده مين اللي بيتكلم الكلام ده المسيح بيتكلم عن مين؟ عن نفسه. بيقول أنا العود الرطب اللي بتقطع. إلا لا لا. يعني القصة دي ليها كمالة. أيوة ليها كمالة. التفسير مش مجرد تأمل. دي تفسير. يعني العود الرطب يرمز للمسيح اللي اتقطع. عود يعني نبات. نبت قدامه كفرق كعرق من أرض يابس لا صورة له وجمال. إذا أنا اللي بلا خطية وأنا حامل خطاياكم بحتمل المر والعذاب وضربوه وكليل الشوك على راسه شرب الرماد اكل الرماد مثل الخبز ومزج شرابه بدموعه وعذبوه بنات اورشليم كانوا بيبكوا عاطفيا عليه كنبي رائع ما كانوش فاهمين ان هو الله نبي رائع في شبابه سنه 33 سنه شكله جميل بوشه ملطق بالدم والتراب بيبكوا عليه قالوا ما تبكوش عليا ابكوا على نفسيكم ان كانوا بالعود الرطب اللي اتقطع زمانه وخلى الحديده تطفو يفعلون هذا هتروح انت فين وانا فين يعود يا ياس يا يابس يعني انسان مولود بالخطيه وعايش في الخطيه اذن كيف طفى الحديد صحيح في صرخه وصحيح في اعتراف بس الاهم من كده في عود رطب اعمل ايه قطع الى ماذا يرمز العود ده مش انا اللي بفسر يرمز الى يسوع المسيح الذي صلب على الصليب حينما تاتي للمصلوب يشهد ربنا حصل معايا آلاف المرات أقول الحق مئات آلاف رب شاهد على بقوله لا أتذكر أي شيء من الوعظة اللي وعظها والبعد فترة آجي زي ما قابلت يوسف امبارح فين يوسف ربنا يباركك يا يوسف وحكى لي اختباره عن اللي حصل معاه في المؤتمر السابق رب يباركك يا يوسف شجعتني هتقول لي وانت محتاج تشجيع طبعا محتاج تشجيع شيطان يقول لي انت ديك سايب بلدك ونادل تسافر يمين وشمال لكن لما لقى ان كلمة الله بتثبت وتغير شخص زيك وغيرك بأثق ان في عمل الله الكلام اللي حكاه لي يوسف امبارح انا ما فاكرش ولا كلمة من اللي قلتها في الوعظ في المطولة فاكر قال لي بس شعرت ربنا بيكسبني وجيت اترميت وتغير وقال لي تاني يوم او في الليلة ذاتها صلى معايا الاخ زياد شحادة وزياد تلاقي مش فاكر وكلمت مئات الناس عن المسيح واليوم بجديد ده اللي حصل الحديده بتطفو وتلاقي نفسك انك انسان جديد ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده الاشياء العتيقه قد مضت هوذا الكل
قد صار جديدا. اسمحوا لي اختم الكلمه دي بقصيصة افتكرتها دلوقتي. كنت اعز من حوالي يمكن سنه 94 في الجزء ده في احد القرى في صعيد مصر. في صعيد مصر والصعيد متمسك جدا. وانا بخلصت الوعظه دي عن الحديد اللي سقط. مجرد ما خلصت الوعظه وقاموا الاخوه يصلوا، شاب متجوز كده، شاب وسيم. طبعا في قريه في مصر ده صعب جدا. وليله ما حصل معايا انا لو حد حكى لي مش هعمل. وقف قدام الناس وقال يا رب الوعظه دي عليا انا، انا اللي سقطت في طين باريس، انا اللي بزني. انا جنبه وعايز اقول له بلاء مراته قاعده وهيخرب البيت وبيعترف بحاجات رهيبه جدا، عايز اقول له اسكت، مفيش. انا خلاص يا رب انت مت عشاني وبتوب على الزنا وبتوب عن الخطيه وطبعا الكنيسه اتملت بكا وكده. وكانت اخر يوم وعملوا لنا فطير في بيت وفرحوا وانا سافرت وما رحتش القرية دي تاني. مرت على القصة دي حوالي 15 سنة أو أكتر. السنة اللي قبل اللي فاتت بوعظ في باريس. وأثناء ما أنا بوعظ عيني لقيت الشخص ده موجود تاني في باريس. قلت استرها يا رب. افتكرت الصلوة. قلت تاني أنت جيت اللي جابك. فخلصت أنا ما قلتوش ولا حاجة. فأنا خلصت الوعظة وجاني هو. ويا ريت يكون بيشاهدني يا رب، ده اخ قديس مبارك وشيخ كنيسه الان. واترمى في حضني وهمس في ودني، قال لي عارفك عايز تسالني الحديد اخبارها ايه؟ يشهد الرب يسوع عز وجل. قلت له اه، ولا سيما انا شفتك باريس وانت في القريه قلت انك بتقع في باريس، وقلت لك ملاش تبقى يعني صلي في سرك الحاجات دي ما تفضحش الحاجات. انا قلت له كده. قال لي الحديده طفت ومش هتقع تاني ابدا، ما تخافش عليا، يسوع رفعني امام الله. قعدت احضنه وفرحت فرح بيه غير عادي. اتاري الخلاص ابدي والرفعه ابديه، ولما يرفعك من الطين ما تنزلش تاني ابدا. ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، الاشياء العتيقه قد مضت. انا عايزك النهارده تصلي معايا، غمض عينك معايا بينما أخونا زياد يجي يرنم. إذا أنت مسيح حقيقي بتبني بيت جديد في حياتك، بيت مثلا بتجوز ولدك، بتجوز بنتك، بتاخد قرار شغل جديد، أنا معرفش، قل له يا رب أنا عايز أستشيرك في كل أمور حياتي. ومش عايزك تبصم، أنا مش عايزك تبصم يا رب، أنا عايزك أنت اللي تخطط لي حياتي. ما هو ده الكلام، اخضع لربنا، مش تقول له لازم أنت لا، قول له يا رب ساعدني اتحذر من الثلاث اسباب بتاعت سقوط الحديد. خليني اكون جاد في حياتي الروحيه، اوعدك يا رب، واحفظني من القساوه الطبيعه الحديديه، واحفظني من الجاذبيه الارضيه والشهوات، وخليني دايما اقترب من الجاذبيه الالهيه عند صليبك. انا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع. ساعدني علشان اعترف واقول لك اين سقط، وساعدني علشان اصرخ اخذ الموضوع جاد، مش اقول لك لو خلصتني ثانك يو ما خلصتنيش هارد لك، مفيش كده. صرخ علشان حديده، وانت مش عايز تصرخ علشان نفسك الخالده. ثم اعلم ان الحل الوحيد لا في توبتي ولا في توبتك، الحل في هذا العود المقطوع، في يسوع المصلوب والمقام. حينما تاتي الى الصليب تنال قوة الله للخلاص. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. إخواتي اللي على الشاشات صلي معانا كأنك جوه الكنيسة. وأنا الليلة بشكل خاص، أنتوا عارفين بتشوفوني كتير على الهواء، عمري ما قلت الكلام ده. الليلة متأكد إن على الشاشات نفوس كتيرة راكعة وتايبة، أقول أمين. أصلي لأجل كل روح نجاسة أن يطرد في اسم الرب يسوع. أصلي لشفاء إلهي من كل روح تشويش، من كل روح غي، من كل روح كذب. الرب يشفيني ويشفيك من كل ما يعطل حياتك ويجعل ان الحديدة في الطين. أصلي أيضا لأجل كل مريض جسدي يشاهدني في هذه الليلة. ربنا ما عندوش مانع يشفي من السرطان في اسم الرب يسوع، ويشفي من الشلل، ويشفي من يسوع المسيح. هو
أمسا واليوم وإلى الأبد نعلن شفاء يسوع. اسمع الكلام الحلو ده. جاي لك بخطايا سنيني، عمري اللي انقضى في أنيني. جاي لك بخطايا سنيني، يا عمري اللي انقضى في أنيني. دقت مرار البعد قسيت، واتمنيت أرجع ليك. عدت لنفسي بدمعي بكيت، عند البيت صارخ ليك. راجع للآب الحنان، ساعدني أوعدك نص ساعة. أنا بصحى 4 الفجر، أصحى 3:30 عشان أقعد قدام كتابة. هو ده الكلام. مش هتقول أنا وحش، طب وبعدين؟ خد قرارات، خد قرارات إنك تبعد عن كل حاجة بترجعك لورا. إن كنت لا تريد أن تشتري من بضاعة الشيطان فلا تمر على دكانه. قول مش همر، مش هدخل على الموقع ده، هقفل القنوات دي أساسا كده يعني. صلي. أنا النهاردة مش هقدم دعوة لقدام اللي يحب يصلي، ما عنديش صوت، بس هوجه دعوة لكل شخص خد قرار الليل. غمض عينك معايا وإحنا بنختم. بصلي لأجل كل نفس قدام الشاشات أو في القاعة بياخد قرارات روحية، سواء كمؤمن إنه يقول للرب في كل خطوة اقبل واذهب مع عبدك، أو يسأل الرب أروح ولا ما روحش، أو يصلي ويجاوب على ربنا أين سقط. أنت عارف وأنا عارف ربنا كلمنا فيه. من النهاردة بيصلي ويقول له أنا فعلا يا رب أخذ القرار ده. هنصلي لأجله وأشوف إيده مرفوعة في حضرة الرب، واللي قدام شاشات أمين يا رب. نصلي لأجلهم.
صلي إذا الرب كلمك في حاجة، إذا كان في قيد معين، إذا كان في مشكلة في البيت في الحياة، صلي قول له اديني نعمة يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا منتظرين بعد الاجتماع نصلي معكم. اذا الرب يتكلم اليك بترجاك، هذا قرار ابدي يتعلق بمصيرك الابدي، وفي لحظه بتتغير حياتك فيتغير مصيرك. ان لم تسمع اليوم وتتوب سيزداد الحديد صلابه وقساوه، وسيغطس اكثر في الطين. اما اذا قبلت العود الرطب الطيب يسوع الحبيب الذي قعرك نبت في ارض يابسه وكان لا جمال له ولا صوره فنشتهيه، بيقولوا عندنا في مصر خلينا نعيش، خلينا نطفو، خلينا نعنى على الطب، خلينا نطلع على السطح بلاش القاع. هذا يتحقق فقط في يسوع المسيح، بيطلعك من القاع، يخليك تطفو، يجلسك مع الملوك، يعطيك شرف وكرامة ويرفع راسك. فأنا عايزك النهاردة باسم ربنا يسوع وهذه الرسالة القوية التي تكلمت إلى قلبي وإلى قلبك، كنت مؤمن بعيد ضعيف مرتد، عايز أن الرب في طين وسخ حياتك، ابتدى تشعر بأنك هتغرق. أنا عايزك النهاردة تيجي وتصرخ صرخات من كل قلبك، لأن ليس هون النبي موجود فقط ولكن رب الأنبياء ربنا يسوع المسيح. فاصرخ إليه الليلة. وبعدين الإنسان الخاطئ اللي عايز نصلي من أجله، الأسيس معانا، الأسيس زكريا، وأسس كثيرين جدا في القاعة بده يصلوا معاك. عايز تتأخر النهاردة عشان نصلي معاك، احنا بنصلي ونديك البطاقة تملاها عشان نصلي لك ونحط اسمك في قائمة الصلاة. عندنا قائمة الصلاة بنصلي من أجلهم يوميا، وأيضا بنزورك وأيضا بنسأل عنك وأيضا بندعيك حتى تكون مع شركة القديسين. هالبطاقة موجودة، فكل الأشخاص بأمانة وبإخلاص الذين يريدون أن نصلي من أجلهم، مؤمن ضعيف، مؤمن بعيد، إنسان مرتد خاطي، النهاردة شعر أنه مغروس في الطين ويسوع عايز يلمس حياتك النهاردة، اتأخر معنا. الأسيس الأخ الحبيب زياد هيرنم لنا ترنيمة، وفي هذه الترنيمة أنا بقول لك أن وقت الانصراف، ولكن إحنا هنضل موجودين للأشخاص اللي يتأخروا عشان نصلي من أجلهم. ممكن تنصرفوا في سلام، لكن احنا هنبقى هون، الأسيس زكريا والأسيس موجودين عشان نصلي مع الأشخاص المتأخرين. بكرة الاجتماع أنا متأكد أن نحن في بداية البركة، أمين أخونا؟ صدقوني احنا في بداية البركة، صدقوني الرب بكرة هيعمل معجزات أكبر، الصبح الساعة 11 وبالليل الساعة 6 ونص، وبعد 6 الساعة 8 ونص زي هلا هتبدأ السهرة الروحية الزيادية بالترنيم والتهليل، ومش عارفين نخلص إمتى، ربنا اللي بيعرف. ما تقول أمين؟ أمين. هذا قال أمين المرة دي بس. فنرنم ترنيمة واللي عايز ينصرف الرب يكون معه، ولكن الحقيقة سنبقى مع الذين يريدوا أن نصلي، اللي عايزين يصلوا يطلع قدام، واللي عايزين ينصرفوا الرب يكون معهم. أمين. راجع لك اقبلني استرني غطيني من موتي قومني وبروحك احييني. راجع لك اقبلني استرني غطيني من الموت قومني وبروحك احييني. لا صرخ لك غيرني، محتاجك
تشفيني وبدمك طهرني وبإيدك خبيني بصرخ لك غيرني محتاجك تشفيني وبدمك طهرني وبإيدك خبيني راجع لك اقبلني استرني غطيني من موت قومني وبروحك احييني راجع لك اقبلني استرني غطيني بصرخ لك غيرني محتاجك تشفيني وبدمك طهرني وبإيدك خبيني بصرخ لك غيرني محتاجك تشفيني وبدمك طهرني وبإيدك خبيني. إنني ربي عارف ذنبي قد تقصيت وتهت عن دربي اغسلني ربي بدم الصليب أنت يا من شئت بالفدا العجيب اغسلني ربي بدم الصليب أنت يا من شئت بالفدا العجيب أنت تدعوني
ثق بالرب، ثق بالرب، اعلن ايمانك، خلي عينك عليه، كل شاب كل فتاة اغسلني ربي بدم الصليب، انت يا من شئت بالفدا العجيب، حررونا نعم يشفينا عن نعم نعلن إيماننا لا تتغير لا تتأخر نؤمن بك نؤمن بك تحررونا عينك عليه يستطيع كل شيء إلى حقيقي نعم تراه بعيون إيمانك لن يتغير إلهنا نؤمن بك نؤمن بك مجدا خلصتنا نعلن خلاصك الثمين في وسطنا خلصتنا وتخلص بالتمام مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا وتخلص بالتمام نحن نرفعك ونسبحك فيك أماننا على حياتنا على أبوابنا حياة الخروف دماؤك نحن نرفع الضحية فيك أماننا الذبح الأعظم على حياتنا على أبوابنا دماؤك دماؤك خلصتنا خلصتنا مجدا خلصتنا وتخلص بالتمام مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا وتخلص بالتمام مخلصي ذبح على الصليب رفع حملت اللعنة لعنتي حملتها العمل أكمل والشيطان صاحب مجدا لك مجدا لك مخلصي ذبح على الصليب رفع حملت اللعنة العمل أكمل والشيطان صاحب مجدا لك مجدا لك مجدا خلصتنا مجدا
مجداً خلصتنا مجداً خلصتنا وتخلص بالدمام مجداً خلصتنا مجداً خلصتنا مجداً خلصتنا تحرر تحرر تحررونا عن تشفينا عنا عن نعلن نعلن إيمانا يحررك الرب لا تتأخر نؤمن بك نؤمن بك تحررنا عم تشفينا عنا عم نعلن إيماننا لا تتغير لا نؤمن بك نؤمن بك مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا وتغلس بالتمام مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا وتغلس بالتمام اقتحم الرب أعداءنا أمامنا كاقتحام المياه أنقذنا إلى الرحب بيده أخرجنا زاد عظمتنا اقتحم الرب أعداءنا أمامنا كاقتحام المياه أنقذنا إلى الرحب بيده أخرجنا زاد عظمتنا قد أعطى صوته العلي ارتجت الأرض لاسمه كل الجبال ذابت فالرب قام وأرعد من السماء قد أعطى صوته العلي ارتجت الأرض لاسمه كل الجبال ذابت فالرب قام وأرعد من السماء اقتحم الرب أعداءنا أمامنا كاقتحام المياه أنقذنا من الرحب بيده أخرجنا زاد عظمتنا كسرت سهام العدو عظمت الانتصار دسنا كل قواته شكرا لك يا بار كسرت سهام العدو عظمت الانتصار دسنا كل قواته شكرا لك يا على حساب الدم وقوة الصليب على حساب الدم وقوة الصليب لا نخشى لا نهتم ملجأنا الحبيب لا نخشى لا نهتم ملجأنا الحبيب
خليقة جديدة. يا رب أتوب قدامك، يا رب أبدأ معاك حياة جديدة. تعال اغسلني بدماك التي نزفت على الصليب، تعال تابعني في بيتي. قولي له روح معايا البيت، اقبل واذهب مع عبيدك. أنا هاخدك معايا البيت النهاردة وانت اللي هتصلح البيت في اسم الرب يسوع. أنا هاخدك لأولادي وبناتي وأولادي في اسم الرب يسوع عشان أربيهم صح. أنا هاخدك شغلي اللي انت يا رب تكون معايا في الشغل، كل كلمة تكلمها وانا في الشغل مسؤولة عنك منك يا رب. صلي. مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية، مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية، انهيني يا يسوع. انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع، مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية، مشتاق لعملك فيا، محتاج للمسة قوية. أمين.